العفن الأسود في الرمان، البداية المرحلة الوسطى النهاية، بودرة سوداء، هذا هو العفن الأسود في الرمان. حشرة صغيرة جدا تدخل وتبدأ بنشر الملف، العفن الأسود سام بالنسبة للبشر. إذا أصيبت ثمرة إصابة خفيفة يجب عدم تناولها، يعني إزالة الجهة المصابة وتناول الباقي سيضر أيضا. هاي البودرة مثل مسحوق، مثل مسحوق دواء سم نرى هنا.